أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها تحييد 4 مسلحين في الشمال السوري. وكان الجيش التركي قد أطلق في أكتوبر تشرين أول ما تعرف بعملية نبع السلام في منطقة شرق الفرات لإنشاء منطقة آمنة. كالبركان الهادئ، إدلب السورية تعيش أيامها في انتظار إخماده أو انفجاره. فأوروبا التي تبحث عن مساعدات إنسانية للنازحين سبقتها روسيا وتركيا بتهدئة مؤقتة لإيجاد حل نهائي للأزمة السورية. وبعد اجتماع تم عبر تقنية الفيديو بين قادة تركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، تم الاتفاق على تقديم مساعدات لنازحي إدلب بما يقدر ب 125 مليون يورو. لقد رحبنا بالأنباء التي تفيد بوجود وقف مؤقت لإطلاق النار. أبلغنا الرئيس التركي بوجود دوريات متبادلة على طول الطريق إمفور بالقرب من إدلب، لكننا بالطبع ضغطنا من أجل عملية سياسية أوسع نطاقا في سوريا، وسنقدم لنازحي إدلب مساعدات إنسانية. ميدانيا عاد الهدوء إلى المنطقة التي اتفقت عليها موسكو وأنقرة بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة على خلفية محاولاتها منع تسيير الدوريات الروسية التركية على طريق إمفور الدولي، حيث أكدت دمشق أنها ستعمل على فتحه وبالقوة. وتزامن ذلك مع دخول رتل عسكري تركي جديد إلى قرية رام حمدان شمال شرق مدينة إدلب وأنشأت نقطة مراقبة فيها. وفي شمال حلب قصفت المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا صاروخيا نفذته قوات سوريا الديمقراطية على مدينة عفرين التي تسيطر عليها تركيا، والذي تم الرد عليه بقصف مناطق شراوة الخاضعة للسيطرة الكردية.